أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، طبعا كنا قد تناولنا في اللقاء السابق قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولاً. ثم أيضاً انتقلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى أن القرآن هو طريق الهداية، وأن به يستطيع الإنسان أن يصل إلى بر الأمان، ثم بيّن الله تبارك وتعالى عجلة الإنسان، وأنه دائما ربما يتمنى كثيرا من الأمور وهو لا يجهل أن حقيقتها قد تكون سببا في دخوله النار، أو أنه ربما يرتكب كثير من الآثام، أو أنها ليست في مصلحته بشكل عام. ثم بيّن الله تبارك وتعالى عظمة خلقه بأن جعل الليل والنهار آيتين لمصلحة الناس في الدين والدنيا، وبينا أن الليل والنهار من خلالهما يستطيع الإنسان تقدير السنين والحساب. فكل متاع هذه الدنيا والدنيا بأسرها مرتكن إلى هذا الأمر. ثم قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وما المقصود قلنا بطائره؟ أي عمله. وسيجازى عليه يوم القيامة، وسيقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأل عن الصغير والكبير، حتى يقول الله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قلنا إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا ربما يستطيع لشهود لكي يثبت حقه، فإن يوم القيامة لا حاجة للشهود وقتها، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة، وستشهد على ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. لذلك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يتحمل إنسان ذنب إنسان آخر. ولكن قلنا أن الله تبارك وتعالى قال: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقلنا لو أجانا سؤال في الامتحان: هل يتعارض هذا مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع قول الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم؟ قلنا لا يتعارض، لأن الإنسان إذا أضل غيره فعليه إثم وإثم غيره. مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو دليل ذلك حديث النبي: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم أو لا يزيد من حسنات غيره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تبارك وتعالى لا يوقع العذاب إلا بعد إقامة الحجة على الناس.
حتى إن أصحاب النار يوم القيامة لما تأتيهم الملائكة ويقولون لهم ما ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا يوقع العذاب إلا بعد إقامة الحجة، أتى الله تبارك وتعالى في الآيات التي تليها، وهي قوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى العذاب وأنه لا يقع العذاب إلا بعد إقامة الحجة، بيّن في هذه الآيات كيف يقع العذاب، ثم بيّن تصنيف الناس إلى فريقين وانقسامهم إلى فرقتين: فرقة تريد الآجلة وفرقة تريد العاجلة، يعني الدنيا، وفرقة تريد الآخرة. لذلك قال ربنا جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن كيف يقع العذاب؟ الله عز وجل بيّن للناس طريق الهداية وطريق الخير، وبيّن لهم وأمرهم بالتقوى والعبادة. وبعد أن بيّن الله تبارك وتعالى للناس الهدى، منهم من يسير على هذه الطريق ومنهم من يضل، ومن أغلب ما يضل ويضل غيره مين؟ المترفين وعلية القوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه خط خطاً مستقيماً شيك، ثم خط من حوله خطوط وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن الله عز وجل أطلع الناس وبيّن لهم، أرسل لهم الأنبياء والمرسلين هدى منذرين ومبشرين بالشيك. لكن كيف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها؟ هل إن الله تبارك وتعالى يأمرهم بالإفساد أم أمرهم بالطاعة ولكنهم خالفوا الأمر؟ إذن أمرهم بالطاعة وأمرهم بالتقوى ولكنهم غيروا وبدلوا. وبالتالي لو أجانا سؤال في الامتحان: لما خص الله تبارك وتعالى المترفين بالذكر؟ أيوة أحسنت. إذن لأن جرت العادة أن من سواهم يكون تبعا لهم، لأنه دائما العامة بقلد مين؟ القادة والمسؤولين والمترفين مشيك. إذن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
فدمرناها تدميرا. الآن إذا وقع العذاب طال الجميع، وإذا لم يقم الناس بما أمر الله تبارك وتعالى، فإن العذاب يعمهم مين؟ يعمهم جميعا. فنحن مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لم يأخذ الناس على أيدي بعضهم البعض يهلكوا جميعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: مثل القائم على حدود الله، انتبهوا معانا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا ما استقوا، فكان الذين في أسفلها إذا ما استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال: وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لذلك قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا الناس لم تأخذ على يد الظالم يوشك الله أن يعمهم بعذاب. لذلك إذا سلط الله تبارك وتعالى أو إذا وجد المترفين ممن يقوم بالإفساد والفسق، فإن العذاب يوشك أن يعم الناس جميعا. ثم بعدها الله عز وجل يذكر الناس ويذكر الخلق، ويقول ربنا جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما الفائدة من هذه الآية بعد الآية السابقة؟ يعني ما فائدة هذا التذكير؟ ليش الله عز وجل يذكرهم؟ طبعا هذا الخطاب لأمة المسلمين ولغيرهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، إذن وفي هذا من الوعيد لمكذبي النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وتهديدهم بشديد العقاب. أي لا تظنوا أن أنفسكم بمعزل عن وقوع العذاب، فإن من كان قبلكم هانوا على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أهلكهم بما اقترفت، مش إحنا قبل آيات بينا بني إسرائيل شو حصل لهم، وربنا عز وجل توعدهم بإفسادين وعذابين وقال: وإن عدتم عدنا. وهنا الله عز وجل بيّن نفس الأمر، قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. والله عز وجل بيّن لنا قوم عاد وثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فما دام الإثم والذنب يقع، وما دام الناس لا تتواصى بالخير ولا يقوم الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دام المترفين يصولون ويجولون ويتبعهم الناس، فإن العقاب سيقع لا محالة. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من الذي يعلم بذنوب العباد؟ ومن الذي يقدر إنه هذا يستحق العقاب وهذا لا يستحق؟ إنه الله تبارك وتعالى. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: أي حسبك أيها الرسول أن الله خبير بذنوب خلقه، ويوقع العذاب ويوقع ما يشاء بحسب ما يقوم الناس به من ذنوب، وبحسب ما يتجرؤون به على الله تبارك وتعالى. بعد هذه الآية قسم الله تبارك وتعالى عباده إلى قسمين: محب للعاجلة ومحب لأعمال الآخرة. ولو أجانا سؤال الصنفين بدنا نذكرهم وأيضا نذكر صفاتهم. الله عز وجل قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن الله عز وجل بيّن أنه من كان يريد العاجلة وهي الدنيا ولها يسعى ولها يعمل وجعلها هي غايته في هذه الحياة الدنيا، غايته أنه يحصل الدنيا فقط، الله عز وجل توعده بعقاب، وهذا العقاب اشتمل على ثلاثة أمور. لو أجاك سؤال أذكر العقاب أو ما اشتمله العقاب في محب العاجلة، أو لو جبنا لك الآية واذكر ثلاث أمور اشتملها هذا العقاب. أول أمر، اشتمل العقاب لمحبي العاجلة على ثلاثة أمور اذكرها. أولا، الدوام والخلود وين؟ في النار. والله عز وجل قال يصلاها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ورح نيجي لهذه الكلمات، لكن الله عز وجل توعدهم بثلاث. أول أمر الدوام والخلود، وهذا معبر عنه بقوله تبارك وتعالى يصلاها، أي تحيط به وتغمره من جميع جوانبها. ثم اثنين، مذموما، الإهانة والاحتقار والتقليل والتحقير، مذموم. مدحورا، وهو الطرد والبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. إذا توعدهم بأنهم بدخول النار، ثم بالتحقير والإهانة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عجلنا له فيها ما نشاء، اللي هي الدنيا، لمن نريد. أيضا لو أجانا سؤال ما هي فائدة قوله تبارك وتعالى في الآية لمن نريد؟ للدلالة على أن الفوز بالدنيا لا يتحصل للجميع. صحيح أن الله تبارك وتعالى قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لذلك الإنسان إذا كانت الدنيا هي همه، وربما الله عز وجل يعطيه ويكرمه ويلبي له ما يريد، هل هذا دلالة حب لله تبارك وتعالى له؟ إحنا مر معانا حديث وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنه إيش؟ فاعلم أنه استدراج له من الله. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بركات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. طب هو اليوم فيش عصاه ما حمش من الدنيا إشي؟ في ولا ما فيش؟ في عاصي لله تبارك وتعالى وذنوب ومعاصي وفي الدنيا. هذا يصدق في قول الله لمن نريد، أي أن هناك من لا يتحصل لا على الدنيا ولا على الآخرة، هناك من لا يتحصل لا على الدنيا ولا على الآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى من نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا التذييل شو فائدته؟ تهديد وزجر ووعيد لهؤلاء الكفار، لأنهم تركوا الدنيا، تركوا الدين من أجل الدنيا.
لذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، زي اللي راح تيجي معنا بعد قليل، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الفريق الأول بيّن الله تبارك وتعالى أنهم استعجلوا في هذه الحياة الدنيا، وكان مبلغ عملهم في هذه الحياة هي تحصيل ملذاتها، والله عز وجل يعطيه ويملي لهم، ولا يعني أن كل من أراد الآخرة يعطيه الله تبارك وتعالى، فمنهم من يعطى ومنهم من يحرم، ومنهم من يعطى الدنيا ويخسر الآخرة، ومنهم من يخسر الدنيا والآخرة. ثم قال الله جل وعلا في الفريق الثاني أو في الفريق الآخر: ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هناك مذموما مدحورا، هان سعيه مشكورا، لأنه هذا قبيح ما يصنع وهذا فعل طيب وجميل ما يصنع. لذلك ومن أراد الآخرة ولها يعمل وجعلها هي مبلغ عمله ولها يسعى ولها يقدم ولها يعيش وشكر الله تبارك وتعالى على جزيل نعمه فيها، فهذا يستحق أن يشكر الله تبارك وتعالى سعيه في الآخرة. لذلك الله تبارك وتعالى اشترط لهذا الجزاء العظيم ثلاثة شروط، ما هي؟ أيضاً هنا ربما يكون هنا موضع سؤال، وهي أولاً أنه يريد بعمله الآخرة. فعلاً الإنسان إذا بده الآخرة لابد أن يتوفر فيه ثلاثة شروط. أول أمر أنه فعلاً يريد العمل أو يعمل من أجل الآخرة، وفي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لذلك ربما كثير من الناس مرضى ولا يستطيعون القيام، ولكنهم بنياتهم الصالحة وبإصرارهم العمل الصالح يبلغون درجة الصالحين ويأخذون أجر المجاهدين. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: إن أناسا ما نزلتم واديا ولا ذهبتم إلى، فيما معنى ولا ذهبتم إلا وكانوا معكم، لهم ما لكم من الأجر والثواب حبسهم العذر. شو يعني حبسهم العذر؟ كانوا مرضى مش قادرين، ولكن بنياتهم يبلغوا العمل ولا لا يبلغوه. لذلك أول أمر إنه الإنسان يريد بعمله ثواب الآخرة، وهذا خاضع، لأنه الإنسان لابد أن تكون نيته دائما صالحة ونيته دائما حسنة، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تبارك وتعالى من لطفه بعباده أنه من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة، ومن هم بحسنة ثم عملها كتبت له حسنة يضاعف الله ويضاعفها إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة. لذلك أول أمر أن يريد بعمله ثواب الآخرة. ثانياً أن يعمل العمل الذي يتوصل أو يتوصل به إلى الفوز بالآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو فكركم يا شباب انتبهوا معانا الآن، أي عمل، أي عمل حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى ماذا يجب أن يتوافر فيه؟ شرطي، شرط الأول أن تكون فيه النية خالصة لله، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله، يعني يكون صالح. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك النية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد، لأن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثالث أن يكون ذلك أو أن يفعل وهو مؤمن. فكركم الكافر مهما عمل من أعمال صالحة، بنى مسجد، بنى مستشفى، اتبرع بمدرسة، هل ينفع هذا عند الله تبارك وتعالى؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآية التي تليها أن عطاءه ورزقه في الدنيا غير محظور على أحد. لذلك قال الله كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الخطاب لمين؟ للفريقين، أن الله تبارك وتعالى يعطي الفريقين، محبي العاجلة ومحبي الآجلة، محبي الدنيا ومحبي الآخرة، وكل مؤمن أو كل إنسان يعطيه الله تبارك وتعالى ما قدر له. والرزق احنا عرفنا بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، فيعطي المؤمن ويمنع عن مؤمن، ويعطي كافر ويمنع عن كافر. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر الأرزاق، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الرزق بيد الله عز وجل، فما على الإنسان إلا أن يسعى في طلب. وبينا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفث روح القدس في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا إيش؟ إلا بطاعته. يقول الله تبارك وتعالى وما يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكلهم مخلوق في هذه الدار للعمل، محبي الآجلة ومحبي الآخرة، وهذا لإزالة العذر ورفع العلة وإيصال متاع الدنيا إليهم على القدر الذي يشاءه الله تبارك وتعالى ويقتضيه صلاحهم. إذن كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولا يتعلق الأمر على إنه هذا مطيع وهذا محسن، والمطيع الله عز وجل يرزقه والمسيء لا يرزقه، لا، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ففريق العاجل إلى جهنم وفريق الآجل إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. لذلك الإنسان ما عليه إلا أن يعمل في هذه الحياة الدنيا. ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لمين أيضا الخطاب؟ يشمل الفريقين. والله عز وجل خلق الناس درجات، فربما أعطى البعض وحرم الآخر،
وربما أعطيناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن، وأعطينا إلى كافر ومش إحنا قلنا ربما يأخذ الكافر الدنيا ويخسر الآخرة، وبعضهم لا يأخذ دنيا ولا يأخذ آخرة، وبعض المؤمنين يأخذ الدنيا والآخرة، وبعضهم يشتري الآخرة بالدنيا. لو أجانا الآن سؤال، أذكر آيتين من قبيل قوله تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ما الحكم التي الله عز وجل جعلها في التفضيل أو في جعل الناس درجات؟ الآيتين موجودات في صفحة 81، وهذه الحكم والأسباب يعلمها الله تبارك وتعالى، وهي قوله جل وعلا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إذن الحكمة ليش؟ هذه الدنيا ليش؟ مش دار ابتلاء واختبار؟ ليبلوكم فيما آتاكم. الله عز وجل أعطى هذا وحرم هذا، أعطى هذا ليبتليه، وكيف سيتصرف فيما أعطاه الله وحرم هذا أيضا حتى يبتليه الله تبارك وتعالى. فهذا ربما يفجر في ماله وربما يكون منفقا، وهذا ربما يتأثر ويكون أعبد لله تبارك وتعالى، وربما يكون فقره سببا في هلاكه، ربما يلجأ إلى السرقة، وربما يلجأ إلى فعل المنكرات حتى يكسب المال، وهذا ربما مثل ما قلنا أن يكون هذا المال عونا له في الخير، وربما يكون عونا له في إيش؟ في الشر. إذن الله عز وجل قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. وقال الله أيضا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. البعض الله عز وجل أعطاه مالا وربما يتجبر على غيره، والبعض ربما يسخر الناس لخدمته بهذا المال، والبعض ربما يزهد في هذا المال مثل ما بينا قبل قليل. ثم بين الله تبارك وتعالى أن التفضيل مش في الدنيا، والتفضيل الأفضل والثواب الأحسن إنما يكون وين؟ في الآخرة. لذلك قال الله جل وعلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قديش في الدنيا استطعت أن تجمع واستطعت أنك تفضل وأعطاك الله تبارك وتعالى وفضلك، لكن في الآخرة بيكون إيش؟ أفضل. أيضا حتى لا يتبادر للأذهان إنه الإنسان يعني إذا كان يريد الآخرة لابد أن يترك الدنيا، هل إنه مفهومنا هيك من الآية مثلا لما ربنا يقسم فريقين وفريق العاجلة وفريق الآجلة؟ أم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، مش هيك؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. إذن الإنسان لابد أن يكون إيش؟ في موازنة واضحة المعالم. صحيح تريد الدنيا لكن في طاعة الله، وإذا الله عز وجل أعطاك الدنيا فاجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى، واجعل هذه الدنيا وما أعطاك الله فيه لخدمة الآخرة. لذلك قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا كان التفضيل في الدنيا قد يكون بسيطا، فإن درجات الآخرة درجات متفاوتة كثير جدا. إذا كان الناس في الجنة درجات، وربما ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وفي الحديث إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في السماء. اليوم أنت بتشوف النجم قديش صغير، درجات الجنة يتراءون
بين الدرجة والدرجة زي ما إحنا بنشوف القمر أو النجم في السماء كيف بيكون صغير، هذا كناية عن بعد الدرجات. وكلما عظمت الدرجة كلما ازداد الإنسان رفعة ورفعة في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله عز وجل في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فهذا الأمر يعلمه الله تبارك وتعالى. بعد ما بيّن الله عز وجل الفريقين، فريق الدنيا وفريق الآخرة، طبعاً إحنا لما نتكلم عن الفريقين، الفريق اللي بيجعل همه وشغله الشاغل الدنيا وبالتالي يشتري الدنيا بالآخرة، والفريق الثاني يسخر كل هذه الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى ليشتري الآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى منبهاً أو مبيناً الطريق إلى الآخرة: لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، إلى تكملة الآيات اللي إن شاء الله رب العالمين راح نقف معها أو نقف معها في المحاضرة القادمة، لنبين أن الله تبارك وتعالى بيّن هذا الأمر حتى يستطيع الإنسان أو فتح له باباً ليحصل هذا أو هذا الأمر وهو الآخرة. في أي سؤال؟ يعطيكم العافية.